شرعي؟ لا لف يلا لف بس متخافش. في عندنا فرق واضح في الحاكم ما بين اليمين والشمال صح؟ ماشي يا بطل تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، كان مشرفنا النهارده ضيف عزيز من دوله السعوديه، عملنا له العمليه امبارح. عبد الله على السلامه فطر. الله يسلمك. طمنا عليك. الحمد لله وطيب. ايه رايك في النتيجه؟ النتيجه افضل مما توقعت الصراحه. الحمد لله. حاسس بالفرق؟ ايه كبير. طيب كلمني عن تجربتك بقى معانا، اول ما تواصلت معانا لغايه جيت. التواصل كان يعني سريع جدا. تمام. التواصل في الواتساب، اعطاء يعني مثال الامور الطبيه، النصائح. تمام. كانت كلها سريعه، والحمد لله من مدينة المطار الى الان الإجراءات كلها طيب. اللهم لك الحمد. طيب التوتر والقلق اللي كان موجود قبل العملية لسه موجود لغاية دلوقتي ولا؟ لا خلاص كل شيء راح. كل شيء راح. طيب. الحمد لله. الشباب اللي لسه قلقانين واللي لسه بيشوفونا دلوقتي، هل بتقول لهم إيه؟ اتكل على الله وإن شاء الله العملية تكون طيبة مع الدكتور محمد. ربنا يكرمك، يعني التجربة أوفر أول كانت التجربة حسنها ناجحة؟ ناجحة. اللهم لك الحمد والشكر. الحمد لله. الله يسلمك. دكتور محمد بدي اسال عن الحاله، ايش هي الحاله بالضبط اساسا؟ حالتنا كانت تهدي من الدرجه الثانيه، كانت بصفه عامه تضخم في الغدد، كانت الناحيه اليمين اكبر بكثير من الناحيه اليسار. حالتنا كان جسمه نحيف مش سمين، ما فيهوش دهون كتير، فكان الهدف الاساسي من العمليه ان احنا نعمل شفط خفيف مع ازاله للغدد بشكل متساوي على الناحيتين بحيث ان احنا نضمن عدم رجوع التثدي مره ثانيه، خصوصا ان احنا بادئين من سن صغير. فلما لو صبرنا عليه بالوقت ممكن حجم التثدي يكبر، ممكن بعد فتره لا قدر الله يقلب خلايا سرطانيه، فمن البدايه بنشيلها بطريقه امنه تماما. بنستخدم في عيادتنا احدث الاجهزه زي جهاز المايكرو اير الامريكي، مش بنحتاج نركب درانق او ريات على منطقه الصدر، كذلك ما بيكونش في كدمات كبيره او بروزس او تورمات. المريض بيقدر يرجع شغله بعد يومين ثلاثه ويقدر يمارس حياته الطبيعيه بعد كام ساعه من العمليه، فدي بقت ميزه كبيره جدا الحمد لله بنمتلكها في عيادتنا. يعطيك العافية دكتور. شكرا جزيلا، شرفتونا ونورتونا.